عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. وياكم زينب سالم أسود، استاجر كلية الطب الكندي جامعة بغداد. بالمحاضرة السابقة احنا حكينا عن آخر شيء، حكينا عن اللوز تايبس اوف ذا كونكتيف تيشو بروبر، بديناها بالأريولار كونكتيف تيشو وتوقفنا. اليوم راح نكمل، راح ناخذ سكند تايب اوف ذا لوز كونكتيف تيشو اللي هو الأديبوز كونكتيف تيشيو. بالبداية الأديبوز كونكتيف تيشيو هو سيميلر تو ذا أريولار كونكتيف تيشيو. زين، إذا هو سيميلر إلى الاختلاف وين؟ الاختلاف اللي يصير إنه من اسمه هو أديبوز، يعني بيه فات. الفات سيلز أو الخلايا الدهنية دي تكون بهذا النوع أكثر من باقي الكومبوننت أو أكثر من باقي المكونات الأخرى. أوكي، هاي أول اختلاف لازم نحطه ببالنا ونعرف. زين، هسه ستراكتشر السيلز اتس فورمد اوف لارج نمبر اوف فات سيلز. اذا الخلايا مال هذا التشيو، اول شيء عندنا كميه كبيره من الفات سيلز، خلايا الدهنيه. بعد شنو عندنا؟ عندنا كلوزلي باكت فيو فايبروبلاست. فايبروبلاست تكون متحده وحده يعني وحده باللوخ، صايره على شكل حزمه، بس هنا دا يقول لي انه هو يعني فيو اماونت اقل من الفات سيلز. يعني احنا قلنا بالبداية ان الفات سيلز هي تكون اكثر من الباقي، اكثر من باقي السيلز. اوكي، زين، بي ماست سيلز وبي لنفوسايت هم موجودة بتوين الفات سيلز، يعني بين الخلايا الدهنية موجودة الماست سيل واللنفوسايت. زين، بالنسبة للفايبرز اللي هي الالياف تكون راتيكولار فايبرز، شبكية تسوي لي مثل الشبكة حول الفات سيلز، فد ستراكتشر او فد صورة معينة تلتف حول الفات سيلز تكون لي مثل الشبكة. وطبعا عندنا بعد الكولاجين والإلاستيك فايبرز هم تكون موجودة بين اللوبيولز اوف ذا فات سيلز، هم تتخللها، يعني تكون بين اللوبيولز مال فات سيلز. اوكي، نقدر نقول لوبيول يعني هو فص او فصوص باللغة العربية. زين، هسه types of the adipose tissue. There are two types according to the vascularity and function. إذا أنا على يا أساس أقسم الأديبوز تيشو؟ على أساس الوظيفة وعلى أساس الفاسكولاريتي، على أساس البلد سبلاي اللي يوصله. إذا عندنا الوايت أديبوز كونكتيف تيشو وعندنا البراون أديبوز كونكتيف تيشو. أول واحد الوايت، الشيء مميز مالته هنا إن هو الفات سيلز تكون يونيلوكولار فات سيلز، بينما البراون أديبوز كونكتيف تيشو يكون مولتي لوكولر. إذا نركز على هذه، لأنه ممكن يجينا سؤال MCQ على الاختلافات بين الوايت أديبوز تيشو وبين البراون أديبوز تيشو. إذا أول اختلاف هو الوايت أديبوز تيشو يكون يوني لوكولر ويكون poor in blood supply، يعني الدم ما يوصله بصورة كافية. أوكي، and it's affected by diet and hormones، يتأثر بالأكل اللي إحنا ناكله ويتأثر بالهرمونات المختلفة. زين، هذا وين موجود؟ موجود distributed in the body، ممكن يكون under the skin على وجه الخصوص بالإناث اللي هي مثلا منطقة الجلوتياس، منطقة الممري جلاند بالبريست، ممكن يكون الابدومينال وول أو الميزنتري على حسب، وممكن يكون حول الكلية around the kidney and around the blood vessels حول الأوعية الدموية. الوظيفة مالته هو يخزن الفات. أول وظيفة إله مهمة لازم نخليها ببالنا من نقول white adipose connective tissue إنه هو store the fat. بعد شنو عنده خاصية؟ heat insulations. أوكي، يكون عازل حراري. بعد شنو؟ support the kidney and other organs، ينطي دعم للكلية وباقي الأعضاء. وكذلك give the skin its shape and contour، إذن هو ينطي للجلد شكله الخارجي ومظهره الرئيسي. اوكي، اذا هذه الوايت أديبوز تيشو نركز عليها، مثل ما قلت لكم الكاركتر مالته هو يونيلوكولار فات سيل والبلد سبلاي مالته يكون بور، والسايت قلنا هو يعني وايدلي ديستريبيوتد ان ذا بودي، ممكن بالفيميلز يكون بالممري جلاند بالجلوتياس بالابدومينال وول على حسب. بالنسبه لوظيفته هو يكون يعني يخزن الفات، عنده خاصيه الهيت انسوليشنز، support الكيدني، وكذلك ينطي للسكين الشيب والكونتور مالته.
زين هسه حكينا على الوايت. زين البراون هذا شنو الفرق مالته هنا؟ البراون اول فرق اليه هو يكون مولتي لوكولر فات سيلز. اذا نقدر نجيب دفتر ونكتب جدول، نسوي جدول نكتب مقارنه بين الوايت وبين البراون حتى ما ننساها ابدا. اي شيء نكتبه بيدنا بعد مستحيل ننساه. فنجي نشوف هذا البراون شنو هو. اول شيء قلنا مولتي لوكولر. زين ليش سميناه براون؟ اكيد يعني احد من عندكم يتساءل، لان هو اصلا براونش ان كلر، لونه بني. زين هذا اللون البني منين اجى؟ لان احنا يعني هذا يحتوي على صبغه السيتوكروم الموجوده بالميتوكوندريا. حلو، لونه يكون بني. هذا فرقه عن الوايت انه هذا البراون يكون هاي ان فاسكولاريتي، تمام، اند نوت افكتد باي ستارفيشن، يعني ما يتاثر دال على عكس القبله. احنا مو قلنا قبله يتاثر بالدايت اللي ناكله؟ هذا هنا ما يتاثر اذا كان الشخص جوعان او ما جوعان. ستارفيشن يعني جوع. اذا اول شيء مولتي لوكولر براونيش كلر هاي فاسكولاريتي اد نوت افكتد باي ستارفيشن، هاي اربع خصائص نحفظها. نجي على السايت حتى نقارنه بالقبله. السايت اول شيء مو مثل ذاك يكون وايدلي ديستريبيوتد، هذا يكون موجود ان ليميتد ارياز، اماكن محدده. اول اماكن هو انتر سكابولار ريجن، تمام، وبالميدياستاينال ريجن، بالاكزيلاري اللي هو تحت الابط، الميدياستاينال اللي هي منتصف الصدر، بالامبريو، بالجنين، وبالنيوبورن، بالطفل حديث الولاده. وجراجولي بالتدريج هذا راح يتحول او يستبدل بمن؟ بالوايت فات. يعني الوايت فات يصير بمكانه. الوظيفه مالته الهيت جنريشن ان نيولي بورن انفانت، يولد لي حراره او طاقه للاطفال حديثي الولاده. زين هسه حكينا عن الوايت والبراون اديبوس كونكتيف تيشو. نجي على النوع الثالث من اللوز كونكتيف تيشوز اللي هو الراتيكولار. احنا مو قلنا عندنا راتيكولار هو يكون مثل الشبكه؟ فهسه نجي نحكي على هذا الراتيكولار. الراتيكولار اول شيء يقول هو ديليكيت تايب. ديليكيت يعني ضعيف رقيق، تمام، هيك شيء. استراكشر مالته اول شيء نحكي عن السيلز، بي برايمتيف فايبروبلاست نسميها الراتيكولار سيل. اذا من اسمه هو راتيكولار فاكيد بي راتيكولار سيلز نسميها اللي هي برايمتيف فايبروبلاست. they are stellate with long processes، عندها بروزات طويله. هو stellate يعني مثل نقدر نقول عليه مثل الشبكه صاير، وبي بروزات او مثل النجمه. and have long processes which are joined by cell junction. حلو. زين الفايبرز من شنو يتكون؟ بي برانشينج راتيكولار فايبر. هاي ركز عليها برانشينج. ممكن يجيكم سؤال او ام سي كيو يقول برانشينج او نون برانشينج، فالجواب يكون هو برانشينج. السايت والفانكشن هو يكون لي الهيكل مال ستروما مال اورجانز. ليش؟ حتى يسوي سبورت، تمام، to support their functioning cells، حتى يسوي في الدعم لهذه السيلز مال specific organs اللي هي مثلا الطحال، السبلين، الليف نود، عقد اللمفاوية، او الكدني، الكلية، او الليفر اللي هو الكبد. طبعا الستين اذا صبغه بالسيلفر ستين حينطيني براون بلاك كلر. اوكي هذا هم. احنا على كل شيء نركز على الفانكشن مالته وعلى الستراكشر. شنو الشيء المميز بالستراكشر؟ يعني هنا بالراتيكولار كونكتيف تيشو شيء مميز انه هو بالراتيكولار سيلز. حلو. هسه نجي على النوع الرابع اللي هو الميوكويد كونكتيف تيشو. هذا الميوكويد يكون امبريونيك يعني موجود بالجنين. جيلي لايك كونكتيف تيشو يعني مات القوام مثل الجيلي. ان ويتش ذا جراوند سبستانس بريدومينانت، اذا بي جراوند سبستانسز موزعه بي. كستراكشر السيل الاساسيه الموجوده به هي الميزنكايمال سيل. اذا هاي نحفظها. الميزنكايمال سيل وين موجوده؟ بالميوكويد، بالاديبوز. لو وين موجوده؟ بالميوكويد. اوريانج فايبروبلاست اللي هي تكون هم برانش وستيلايت، تمام، وبيها كذلك كونكتد بروسيسز. فد بروسيسز تسوي كونكشن بين ذا سيلز. الفايبر هنا بي اكو كولاجين وعندنا ريتيكولار فايبرز. الماتريكس يكون جيلي لايك جراوند سبستانس اللي هو بميوكس كل شيء هوايه وهايلورونيك اسيد. السايت اما يكون بالامبلايكال كورد، تمام. بعد وين يكون موجود؟
بالحبل السري، أو يكون موجود it forms the main component and called Wharton's jelly. إذا اسمه اسم، وهذا مهم، أي شيء باسم غريب ما موجود بغيره ركز عليه. إذا Wharton's jelly وين موجود؟ موجود بالميوكويد connective tissue، موجود كذلك بالvitreous humor بالعين بالآي، وكذلك بالteeth بالpulp of the teeth. زين هسه احنا بالبداية ايش حكينا؟ حكينا على اللوز تايب اوف كونكتيف تيشو بروبر. هسه راح نجي نحكي على اذر انتيتي اللي هو الدنس تايب اوف ذا كونكتيف تيشو بروبر. اول شيء عندنا الوايت فايبروس كونكتيف تيشو. هذه الوايت فايبروس كونكتيف تيشو تكون فيري دنس، ليش؟ لانه يعني بيها هوايه كولاجين فايبرز والسيلز تكون قليله. هذا الشيء المميز هنا انه احنا عندنا greater predominance of the collagen fibers and few cells. هذا اول شيء نحطه ببالنا ونحفظه بالنسبه للوايت فايبرس كونكتيف تيشو. الستراكشر مالته الفايبرز تكون باكت كولاجين، الماتريكس مالته يكون مينيمال اماونت لان اصلا البلد سبلاي ما دا يجيب بصوره كافيه. السيلز الموجوده هي الفايبروبلاست التندن سيلز، يعني خلايا الانسجه الرابطه او الاربطه. الفايبروبلاست هو انكلوزد بتوين كولاجين فايبرز، يعني الكولاجين فايبرز يتخللها الفايبروبلاست. الكاركتر مالته انه هو وايت ان فريش ستيت، يعني بصوره نقدر نقول عليها فريش، ويكون وايتش ان كلر، ليس فليكسيبل، فليكسيبلتي مالته تكون قليله، ويكون ريزيستنس كلش هواي. التايبس مالته عندنا ريجولار وعندنا ريجولار. اوكي ريجولار وايت فايبرس كونكتيف تيشو هذا شنو؟ هذا هم كولاجين هم حزمه بندل من الكولاجين، مرتبه بصوره منتظمه وتكون بارال متوازيه. الفايبروبلاست ارينج ان رو ان بتوين كولاجين بندلز، اذا كذلك الفايبروبلاست راح يتخلل الكولاجين بندل والماتريكس يكون كلش قليل. بالنسبه للتندن تمام بي تندن اوف سكيليتال ماسلز، والكورنيا تكون موجوده اندر ابيثيليوم تمام. بعد شنو عندنا؟ هاي السايدز يعني وين يتواجد؟ يا اما بالتندن مال سكيليتال ماسل، يا اما بالكورنيا بالقرنيه مال العين. الفانكشن مالته وذ ستاند ستريتش ان وان دايركشن، اذا صار بي فد فستريتشنج او نجرب باتجاه واحد هذا راح يعني هذا الريجولار وايت فايبرس كونكتيف تيشو راح ينطي فد دعم او ينطي فد قوه تحمل او ينطي فد ريزيستنس لهذا الستريتشنج اللي يصير. زين هاي بالنسبه للريجولار. زين اما بالنسبه للريجولار هذا الاثنان البندل اوف كولاجين تكون ايريجولاري ارينج، اذا صار عندنا فرق من اسمه ايريجولار، الكولاجين فايبر تكون ايريجولار. السايت نفرقها لازم ونحفظها، لازم تعرفون هذه السايت عن السايت مال ريجولار. هنا يا اما يكون بالجلد او يكون بالكابسول اوف اورجان اند ليجامنت او بالبريكوندريوم باري اوستيا او بالسكليرا اوف ذا اي. طبعا الفانكشن هو نفس اللي قبله هم وذ ستاند ستريتش ان ذا ديفرنت دايركشن. هنا الفرق القبله كان وذ ستاند ستريتش ان وان دايركشن، اما الارجولار ان ديفرنت دايركشن. هذا مهم ونركز عليه، نقدر هم نسوي جدول ونحط الفروقات بعد ما ننساها ابدا. زين هسه نجي على النوع الاخر من الدنس كونكتيف تيشو بروبر اللي هو اليلو الاستيك كونكتيف تيشو. هذا شنو اليلو إلاستيك؟ هو dense type with the great predominance of the elastic fiber. من اسمه بي elastic fibers يعني كل شيء هواي أكثر من other component. هذا أول شيء نخليه ببالنا. elastic fibers طبعا appear yellow in fresh state. ليش؟ لأن بي هذه الفايبرز اللي تكون هي elastic قابلة للمرونة أو للتمدد أو للمطة. الستركتشر نحكي عن الستركتشر، الفايبرز تكون ريجولار بارالل إلاستيك فايبر، إذا يكون ريجولار. بالنسبة للسيلز فبي الفايبروبلاست والفايبروسايت قليلة، وين موجود؟ هذا هم نحفظه ونركز عليه. أول شيء يتواجد بالأيورتا،
الايورتا هو الشريان الوتيني بالعربي نسميه، اوكي، او الشريان الابهر. بعد وين موجود؟ موجود بالريسبيراتوري تراكت، بالجهاز التنفسي اللي هو موجود بالشعب الهوائيه اللي هي برونكا البرونكيول والاراوند الالفيولاي. موجود بالليجامنتس، بالاربطه اللي هي الليجامنتم فليفوم، تمام، هذا هم نركز عليه. موجود بالليجامنتس فليفوم جوينت فيرتبري، يربط الفقرات واحده باللوخ، والليجامنتم نوكي ات باك اوف ذا نيك، يعني بالجهه الخلفيه للرقبه، سبيشالي انيمالز اند سسبنسر ليجامنت اوف ذا بينس. وموجود كذلك بالفوكال كورد، بالحبال الصوتيه، الستينينج اذا صبغه بالاوركين ستين راح نشوفه براون بلاك. زين هسه الفانكشن مال هذا اليلو الاستيك كونكتيف تيشو يكون هو فورم الاستيك ممبرين، فد ممبرين قابل للمرونه او غشاء. It has great elastic power، يعني recoil when stretch، rubber like، يعني مثل المطاط، إذا نمطه أو نجره راح يرجع لشكله الأساسي. هسه لنا نكون كملنا ال connective tissues بأنواعها dense وال loose، حكينا عن كل نوع وعن ال function ال site مالته structure وال function والفروقات بيناتهم. هسه نجي نحكي عن ال cartilages، الغضاريف. ال cartilages ك definition إلها هي specialized type of the connective tissue، تمام، فهذا نوع كلش متخصص من الأنسجة الرابطة. إن وش the matrix is rubbery، الماتريك يكون يعني مات القوام مثل المطاط حتى يتحمل استرس الميكانيكال استرس، تمام، إذا شخص تحرك بسرعة عالية، إذا تعرض لفد تروما، هذا الكارتلج هو ينطي هذا البيرينج كونديشن. زين the character of the cartilage being a type of the connective tissue، cartilage arises from primitive mesenchymal cells. إذن أول شيء الأوريجين، لازم نعرف الأوريجين مال cartilages. الأوريجين مال cartilages هو من primitive mesenchymal cell. أوكي. أو it resembles connective tissue proper. بشنو يشبه ال connective tissue proper؟ In that the cells are widely separated by a considerable amount of the intercellular matrix. إذن الشيء اللي يخليه يشبه ال connective tissue proper إنه cells مال هذه الكارتلجز تكون سيبريتد او مفصوله بهذا الماتريكس اللي هي هذه الماده، تكون الماده البين خلويه. اوكي، طبعا الماتريكس يكون ربري يعني فيرم، بس بنفس الوقت يكون فلكسبل، عنده فد فلكسبيليتي. اتس افاسكولار، يعني شنو يعني ما بي بلاد سبلاي، اتس نون فاسكولار، هذا مهم نركز عليه. Cartilages are non-vascular or avascular. زين شلون لعده يجي هذا ال nourishment؟ شلون دي يبقى موجود بدون ما يصير بيه مثلاً تلف داخل الجسم؟ لأن يعني هو nourishment ما تتجي by diffusion of O2 and nutrients from surrounding connective tissue أو من synovial fluid in the joint cavities. إذن هذا المصدر مال nutrition مال cartilages. وبنفس الوقت احنا مو قلنا هو افاسكولر، هو كذلك ما بي لا اوعية لمفاوية ولا اعصاب، كل شي ما بي. النورشمنت مالته يعتمد على الديفيوجن الانتشار مال O2 وعلى النيوترينت اللي تجي من السراوندي كونكتيف تيشوز. زين شنو وظيفة هذه الغضاريف؟ اول شي تنطي دعم للسوفت تيشو، وتنطيه فلكسيبلتي كلش عالية، تربط الانسجة ببعضها، تيشو اتاشمنت اند ويت بيرنج، يعني ويت بيرنج شلون اقول لكم بالعربي، احنا هذا الوزن الجسم الثقيل منو دي يتحمله؟ الكارتلجز. كيب اير واي بيتنت، يحافظ على المجرى التنفسي يكون مفتوح وسليم. شوك ابزوربنج، اذا مثلا شخص صار عنده تروما او وقع بالقاع، ممكن بدل ما يحصل عنده يعني كسر بالعظم، ممكن هذا الكارتلج هو اللي يسوي ابزوربشن لهذه الشوك. ممكن يكون smooth sliding surface for joint، اوكي، على مود يسهل حركة العظام يعني. development and growth of bones، يساهم بعملية الgrowth مع العظام قبل الولادة وبعد الولادة. زين هذا الكارتلج من شنو يتكون؟ هو حال other connective tissue، بي خلايا، بي الياف، بي ground substance، يعني بي cell fibers and ground substance.
The cells are called chondroblast and chondrocyte. إذن الخلايا مال الغضروف شنو اسمها إذا أحس أنه أو إذا إحنا مرت علينا؟ اسمها الكوندروبلاست and chondrocyte. الفايبرز الألياف هي شنو؟ بإلاستيك وبي كولاجين فايبرز، تمام؟ الماتريكس يكون abundant firm ورابري، هذه هم نحفظها. الكومبوزيشن أو الكومبوننت of the cartilage. زين it's a type of cartilage. احنا عندنا ثلاث انواع من الكارتلج اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على كمية الجراوند سبستانس الموجودة بالماتريكس ونوع الفايبرز او نوع الالياف الموجودة اللي هي embedded بهذا الجراوند سبستانس. هذه الانواع يا اما تكون هايلينك اللي هي ترانسبارنت شفافة او احنا ممكن نقول عليها زجاجية، او تكون يلو الاستيك او فايبرو كارتلج. then هي 3 types of the cartilage. الهايلين كارتلج هو بي التيبيكال ستراكشر، يعني التركيب الاساسي او اليونيك او المميز اللي يميز الكارتلج عن غيره. اما الاذر تايب فهي نقدر نعتبرها هي الفاريانت اوف ذا بيزك ستراكشر، هي الفاريانت، هي يعني هي ممكن تكون شبيهه بالهايلين بس بيها بعض التعديلات والاختلافات. هسه حنجي نحكي عنهم ونشوف شنو هاي الخصائص مالتها. اول شيء عندنا الهايلين كارتلج اللي هو قلنا عليه الغضروف اللي نقدر نقول عليه زجاجي شفاف ترانسبارنت، يكون على حسب هو يكون الموست كومن تايب. اتس ابير ترانسلوسنت يعني شفاف وذ جلاسي ابييرنس، يعني ينطي مظهر الشبيه بمظهر الزجاج. مات الموقع وين يكون؟ اما بالفيتال سكيلتون يعني بعد الطفل من هو ببطن امه، السكيلتون مات تكون هايلين كارتلج. بالابيفيزيال بليت، بالكوستال كارتلج، ارتيكولار سيرفيس اوف ذا بون، ريسبيراتوري باسج اللي هو النوز لارنكس تريكي اند برونكاي. هاي كلها بها الهايلين كارتلج نحفظها زين، ونحفظ انه هو الموست كومن تايب وبي الجلاسي ابييرنس، ها كلها ركز عليها. هسه نجي نحكي عن الستراكشر البريكوندريوم والكارتلج سيل، تمام؟ راح نجي نجزئهم ونحكي ونفهم شنو هذه. البريكوندريوم هو كابسول لايك ستراكشر، يعني مثل الكبسول، formed of dense fibrous connective tissue. إذا أجاني سؤال إنه هذا البريكوندريوم هو شنو، من شنو يتكون؟ هو من يتكون من dense fibrous connective tissue that surround hyaline cartilage، يحيط بهذا الغضروف الشفاف ما عدا منه except at the articular surface of the joint. الارتيكولار سيرفيس اوف ذا جوينت ما موجود. هذا يتكون من طبقتين، يتكون من اوتر فايبروس لاير ومن انر فايبروس لاير. فاول شيء الاوتر هي وايت فايبروس كونكتيف تيشو، بها الفايبروبلاست اللي هو يعطيني سكريشن الكولاجين تايب 1، وهذا الكولاجين تايب 1 يكون ريتش بالبلد فيزل وبالنيرف. يأما الانر يكون ريتش بالكوندروبلاست. شنو وظيفة البريكوندريوم؟ اول شيء هو يعطيني نوتريشن للنون فاسكولار كارتلج عن طريق الديفيوجن، او يسوي لي يكون لي نيو كارتلج سيل دورينج جروث خلال النمو، يكون لي خلايا غضروفية جديدة، وينطيني كذلك فد اتاشمنت او محل ارتباط للعضلات فور ماسلز. زين هسه حكينا عن البريكوندريوم، نجي نحكي عن الكارتلج سيلز. الكارتلج سيلز عندي الكوندروبلاست وعندي الكوندروسايت. الكوندروبلاست اللي هي احنا نسميها من اسمها بلاست يعني اماتشور يونغ كوندروسايت، كوندروسايت يعني ماتشور، البلاست يعني اماتشور. اذا الكوندروبلاست هو اماتشور يونغ كوندروسايت. الاوريجين مالته من هذا هم نحفظه، الاوريجين مالته من الاندفرينشيتد ميزنكايمال سيل. اوكي زين which withdraw their processes.
يصير بيها proliferation ويصير crowded مزدحمة. هذه the processes they are transformed into chondroblast which start to secrete matrix. وراها يتحولون إلى الكوندروبلاست حتى يبدون يطلعوا لي هذا الانتر سيلولار ماتريكس الموجود بين between the cells. طبعا السايت هو موجود على سطح الكارتلج على سطح الغضاريف بالانر اسبكت اوف ذا هايبو اوف ذا بيريكوندريوم. هذا السايت مال كوندروبلاست. طبعا هاي هنا الخصائص شارح لي على اللايت والالكترون مايكروسكوب. ليتكم تعرفوا انه باللايت يكون ديب بيزوفيليك تمام وإذا قابلية على الانقسام. أما بالنسبة للإلكترون مايكروسكوب فاليوم تكون تعرفوا بي إنه هو بي فيتشر of the protein forming cells. هذا الشيء المميز مالته. الفونكشن نفس الشيء هم يسوي لي الماتريكس للكارتليج ويتحول وراها للكوندروسايت. كذلك يسوي لي هذا الكولاجين مال الكارتليج تايب 2 وكذلك يساعد لي على نمو الغضروف من الخارج نسميه احنا الابوزيشنال جروث. اذا يكون لي هذه الماده البين خلويه اللي هي الماتريكس مال الغضروف يكون الكولاجين مال الغضروف ويكون لي يساعد على نمو الغضروف من الخارج. هاي كلش نحكي على الكوندروبلاست. زين الكوندروسايت شنو هي؟ الكوندروسايت هي عباره عن كوندروبلاست ولكن ماتشور. اذا من يصير ماتوريشن الكوندروبلاست راح يتحول ويصير كوندروسايت. They are mature cartilage cells. إذن هي خلايا غضروفية ناضجة. The origin مالتها they develop from chondroblast. إحنا مو قلنا الكوندروبلاست يتحول إلى كوندروسايت. إذن هذه من origin مالتها من الكوندروبلاست. اللي دي يصير هنا إنه لما الكوندروبلاست يصير بيها نمو أو نضج يصير بيها maturation راح يسوون secretion أو يفرزون فد ماتريكس تمام؟ بدرجة كافية. هذا الماتريكس لما يتكون بدرجة كاملة أو كافية هناك يقول لي they secrete enough matrix to be completely surrounded by it. حتى هذا يحيط بيهم حلو أو شي يفرزوه بعدين يحيط بيهم. And imprisoned in the lacunae they are now called chondrocytes. زين تحت اللايت مايكروسكوب اللي أريدكم تعرفوه هنا أنه يكون pale basophilic cytoplasm بينما بالكوندروبلاست كان deep basophilic cytoplasm. هذا اللي نركز عليه. والنيوكليوس هنا تكون round dark stain central. هناك شنو كانت oval pale stain. إذن هذه فروقات هم نكتبها بالدفتر نسوي جدول ونحط الفرق بين هذا وهذا. يعني هنا النيوكلياس بالكوندروسايت تكون darkly stained هناك تكون pale stained. بالكوندروسايت تكون rounded بالكوندروبلاست تكون oval. هاي صار عندنا جدول مال الفروقات. زين بعد شو نشوف باللايت مايكروسكوب عندنا فتشي نسمي lacunae. هذه lacunae هي شنو embedded in the matrix inside spaces يا ما تكون على شكل مجاميع أو تكون مفردة اوكي ويحيط بها هذا الكبسول. الكبسول هو شنو هو عباره عن ماتريكس يكون كوندنس. زين احنا كله بعدنا بالمجهر الضوئي باللايت مايكروسكوب. السوبرفيشال سيل تكون فلات سمول اوفال واما الاولدر سيل فهي تكون ديبر موجوده ديبر بالماتريكس ونعطينا الصفات مالتها اوكي. هنا دا يقولي إنه خلال during life the chondrocyte completely fill the lacunae but during tissue preparation the cells frequently shrink so lacunae appear as empty spaces. هنا دا يقولي ليش مرات نشوف اللاكوني هو عبارة عن empty spaces لهذا السبب أوكي. زين هسه الإلكترون مايكروسكوب بي فيتشر مال protein forming cell. بالإضافة إلى هذا الكوندروسايت هنا شنو راح تبين لي؟ راح تبين لي large lipid droplet and glycogen granule. إذن هذا مهم نركز عليه بالإلكترون مايكروسكوب. مع الكوندروسايت يكون large lipid droplet with glycogen granule. الفونكشن مالته شنو؟ نفس الشيء إنه هو يسوي لي فد مينتنس أو محافظة على الماتريكس مال كارتلج أوكي؟ شلون؟ عن طريق إنه هو يفرز باستمرار نيو ماتريكس حول هذه السيلز. اوكي هسه حكينا احنا على شنو؟ حكينا عن البريكوندريوم والكارتلج سيلز. هنا شلون عندنا البريكوندريوم هاي كله احنا كله بعدنا بالهايلين كارتلج.
حكينا عن البريكوندريوم والكارتليج سيل، هسه نجي نحكي نكمل عن الفايبرز ونكمل على الجراوند سبستانس ماتريكس. زين الفايبرز هذا نحفظه انه هو الكولاجين مالته تايب 2، لان ممكن يجيكم سؤال يقول الكولاجين يحطكم انذر تايب ما يحط لكم تايب 2، فانت لازم تعرفون هذا غلط. اذا اول شيء الفايبرز هي كولاجين فايبر تايب 2، بس هذه التايبس او الفايبرز ما نقدر نشوفها باللايت مايكروسكوب، لذلك هذا السبب ان الماتريكس appear homogeneous and transparent. ليش؟ لانه هي اصلا تكون thin وعندها فد refractive index، تمام، و also they can be seen after digestion of the matrix by enzyme. اذا اني ما اقدر اشوفهم باللايت مايكروسكوب، هذا اللي اريدكم تعرفوه، اني احتاج الكترون مايكروسكوب. هذا الشيء المميز هنا عندي الجراوند سبستانس اللي هو الماتريكس، هذا منو ينتج الكوندروبلاست والكوندروسايت، يكون ربري هوموجينس وترانسبارنت، هذا مهم نعرفه، من يكون شفاف يكون هوموجينس ربري، ويكون ماركتلي بيزوفيلك، يعني ممكن يكون هو يقول لك يسألك بالسؤال يقول لك هو بيل بيزوفيلك، فشي صح هو ماركتلي بيزوفيلك، تمام. طبعا ماتريكس بي ووتر بي جلايكوبروتين بي بروتيوغلايكان، هذا الكومبوننت مال ماتريكس. هسه نجي نحكي عن اليلو الاستيك كارتليج، ات از يلو ان فريش ستيت، يكون اوبيك وفلكسيبل، اوكي. الستركتشر هو يغطي لي او كفر ذا باي بيريكوندريوم، اذا البيريكوندريوم كفر ات، وبي نفس الستركتشر مال هايلين كارتليج، ولكن الاختلاف وين يصير؟ الاختلاف اللي يصير انه من اسمه هو الاستيك كارتليج، اذا بي عدد كلش كبير من البرانشينج إلاستيك كارتليج فايبر سوري، اوكي. هذه كلها هو موجوده بالماتريكس، فلهالسبب راح اسوي لي فد شبكه او نتورك اللي تنطي هذا اللون الاصفر، وكذلك بي كولاجين فايبر تايب 2. زين هسه السايت مالته هذا اليلو إلاستيك كارتليج، it's found where support of the flexibility is required، يعني بالإير بينه بقناة أوستاكي بالإذن بالإبيغلوتيز and small laryngeal cartilage بالإكسترنال أوديتوري كانال، هذه كلها يتواجد بيها منو اليلو إلاستيك فايبرز. أوكي الفانكشن is very flexible، قابل للمرونة أو التمدد، recover its shape after being deformed، إذا صار بيه في deformity for any reason فإلى القابلية إنه يرجع شكله الأصلي. زين هسه حكينا على اليلو إلاستيك كارتليج، حكينا عن الهايلين كارتليج، حنجي على منو؟ على الوايت فايبرو كارتليج. هذا الفرق عن القبل إنه هذا not surrounded by pericondrium، إذا هاي مهمة ركز عليها، it's not surrounded by pericondrium، it is so type of cartilage which is important in bone and bone attachment. إذن هذا شنو الأهمية مالته هنا؟ هذا يساعد على التصاق عظم بالآخر، it's important in bone to bone attachment، okay، it has intermediate character between hyaline and dense regular. إذن هو يعني يمثل في نوع وسطي، بخصائص الهايلين وبخصائص الدنس ريجولر وايت كونكتيف تيشو. اوكي الستركتشر مالته formed of dense collagen fiber type 1، اذا هذا الشيء المهم هنا، هنا مو تايب 2 هنا تايب 1، ركز عليها، هي اللي هو الوايت فايب الوايت فايبرو كارتليج يحتوي على الكولاجين فايبرز تايب 1. شلون موجود على شكل؟ يكون على موجود على شكل parallel thick bundles، طبعا الكارتليج سيل انسايد ذا لاكيون تكون present in row between collagen bundles، يعني لازم نعرف هذا الشيء انه هي يعني هاي بعض الفروقات المهمة، اوكي، اللي هي شنو؟ اللي هي الكارتليج سيل داخل هذه اللاكونة present in rows، يعني مصفط على شكل صفوف between collagen bundles، تمام.
طبعا ال embedded in various scanty matrix around them. هذا أهم نركز عليه وحتى نفهمه. هي المادة سهلة وبسيطة، بس أنا أقول لكم هي يراد لها إعادة وتكرار حتى نحفظ وتتضبط. طبعا هو الموجود موجود بالماندبل، بالجوينت، بالسيمفيز بيوبس، بالبيلفيس، بالانترفيترال ديسك، وبالسترنو كلافيكولار جوينت. الفانكشن هو سترونج اند ثو تايب ذات كان ريزيست جريت تونسل ستريتش. اذا هو اي ضغط او اي مؤثر عليه يسبب له هذا الستريتشنج، فهذا النوع يقاوم هذا التايب اوف ستريتشنج. وبنفس الوقت هو يربط بون تو بون، اوكي، والليمتد موبيليتي. زين هسه نجي نحكي على الستركتشر اوف ذا انترفيرتبرال ديسك. هذه الديسكات الموجوده بين الفيرتبري، بين الفقرات. It's present between the bodies of the two adjacent vertebrae. إذا هي موجودة بالبودي مال vertebra، أو بالأحرى مال body of two vertebra. Okay. It's formed of an outer fibrous ring. حلقة من fibrous متكونة اللي هي formed of white fibrocartilage، اللي هو fibrocartilage. إحنا مو اتفقنا قبل شوية إنه هو collagen type 1. تتكون كذلك من the inner soft jelly-like mass اللي بيها كولاجين تايب 2، then the outer بفايبروكارتليج كولاجين تايب 1، والانر هو جيلي لايك ماس بكولاجين تايب 2. التايب 2 هو نيوكليوس بالبوزس، والتايب 1 هو الانيولوس فايبروسس. هذا مهم طلاب نركز عليه ونحفظه كلش زين، هذا مهم الستركتشر مال انترفيرتبرال ديسك. اوكي هنا نعطيني فد معلومه كلينيكال. أول شيء هسه أنتوا لازم تعرفون تحفظون هذا الشيء اللي قلته مال نيوكلياس بالبوزس نيوكلياس فايبروسس، كلش مهم ويتكرر عليكم بعدين، فلازم نعرفه. أوكي كلش مهم. زين هسه دا ينطيني فتحة كلينيكال، هي دا يقول لي إنه الهرنيشن، هرنيشن يعني شلون إحنا نقول بالعربي فتق أو فتشي يطلع من مكانه. Herniation of nucleus pulposus from the annulus fibrosus. هذه الحالة نسميها disc prolapse. من شخص يقول لك أنا صار عندي انزلاق، هو هذا الانزلاق إنه هذا nucleus pulposus ده تطلع من هذه annulus fibrosus. أوكي فراح تضغط على nerve root، على الأعصاب الموجودة بهذه المنطقة، فراح تؤدي لي إلى pain أو ألم كلش قوي. أوكي زين cell growth أو نمو الغضروف growth of the cartilage. عندنا الأبوزيشنال growth وعندنا الانترستيشنال growth. الأبوزيشنال growth هو الإكزوجينوس، يعني شنو؟ يعني هو يقول النمو الناتج من addition of a new layer of cartilage to the surface. أوكي شلون ده تصير؟ عن طريق الأكتيفيتي of the inner cellular layer اللي هي البريكوندريوم. وعندنا الانترستيشيال اللي هو growth of cartilage from inside by division of the young chondrocyte. اذا يا اما دا يجيني oppositional اللي هو من الكوندروبلاست، اما دا يجيني انترستيشيال دا يجيني من اليونج كوندروسايت. اذا نركز الoppositional دا يجي من البلاست، والانترستيشيال دا يجي من الكوندروسايت. زين هسه كملنا الكارتلجز، حنجي على البونز. شنو يعني البونز او العظام؟ It's highly vascular and hard type of connective tissue. إذن هي فد إحنا نعتبرها نوع من أنواع الأنسجة الرابطة، تكون البلد سبلاي إلها كلش عالي. أوكي يعني الدم يجيها بطريقة كلش كبيرة أو كثيرة. It's the hardest type، هو فد أصلب نوع من أنواع connective tissue. As it has calcified matrix، بالعربي نقول عليه يعني مثل المتكلس، يعني هو بكل بساطة العظم ما جسم الإنسان. ماكو واحد من عندنا مشايف العظم ما جسم الإنسان شلون يكون صلب وقوي وهارد. Okay. Since it's type of connective tissue، بما أنه هو نوع من أنواع connective tissue، فمثل ما اتفقنا لابد أن يكون به خلايا وألياف وماتريكس، مادة بين خلوية، به cells، به fibers وبه matrix. زين هسه ك function لهذا البون، شنو وظيفة العظام بجسم الإنسان؟ يعني أنتوا فت common sense، ماكو واحد ما يعرف شنو وظيفتها. أول شيء هي تعطي فد دعم للجهاز الهيكل العظمي بجسم الإنسان،
وبنفس الوقت تعطي حماية للفايتال أورغانز، الأعضاء الداخلية مثل الدماغ، مثل نخاع العظم. وبنفس الوقت هي مينرال ستور، يعني تخزن المينرالز أو المعادن، mainly مثل منو العظم يخزنه، mainly هو الكالسيوم. أوكي، إذن هذه هي وظائف العظام. أول شيء تعطي body support، تعطي protection للvital organs مثل البرين والبون مارو، وتسوي storing للminerals، وعلى سبيل الخصوص هو الكالسيوم. زين، general structure شنو؟ التركيب مال العظم جسم الإنسان. The main component of the bone هو مثل ما اتفقنا matrix و fiber و bone cell. البون سيل هي osteogenic cell, osteoblast, osteocyte and osteoclast. كذلك عندنا فتشي نسمي periosteum and osteum، هذا شنو؟ هذا يغلف العظم من الخارج. أوكي؟ البون matrix and fibers هي بيها فجزئين أساسية، بيها الأورغانيك بارت وبيها الإنورغانيك بارت. الأورغانيك بارت هو يكون لفت 35%. هذا الأورغانيك بارت هو يتكون من التايب 1 كولاجين، إذن هذا ركز عليه، يتكون من التايب 1 كولاجين. Which are arranged as thick bundle underground substance in the form of glycoprotein, glycosamine and glycan. هذا مهم نحفظه. أما الإنورغانيك فالنسبة ما تهم نحفظها إنه هي 65%. هذه تتكون من أملاح الكالسيوم على هيئة calcium phosphate and calcium carbonate. They are present on the surface of the collagen bundle. كذلك موجودة بالماتريكس within ground substances. هذا التركيب هو اللي ينطي هذه الصلابة مع العظم, the hardness of the bone. أوكي؟ زين. هسه نعطيني فد معلومة clinical. دي يقول osteoporosis أو بالعربي احنا نسميها هشاشة العظام اللي تحدث عند كبار السن هو فد common bone disease, هو فد مرض جدا شائع. اللي دي يصير به هنا شنو؟ هنا دي يصير عندي دي تقل البون density أو بالأحرى progressive loss, يعني بصورة مستمرة البون density دي تقل. لهذا السبب راح يؤديني إلى زيادة حصول أو إمكانية حدوث fractures, الكسور. أوكي، فهنا ده يصير هو increase bone resorption over bone formation. يعني شنو؟ يعني أنا عندي فد balance بالبدي bone resorption يروح وما استفاد منه, bone formation عملية تكوين عظام جديدة. اللي ده يصير بالosteoporosis إنه كثافة العظم ده تقل, bone density ده تقل, فمن قلت راح يصير resorption للبون أوكي وأكثر من bone formation, فإنه العظم حيصير كلش هش, مجرد ما ينطخ طخة بسيطة, مجرد ما الشخص وقف على حيله قبل وقع ما تحمل بعد, أو بالأحرى قصدي يعني من يوقع معناته انكسر العظم مالته. زين, هسه نجي نحكي على الخلايا العظمية. الخلايا العظمية عندنا osteogenic cell مثل ما عددناها قبل شوية, عندي osteoblast وعندي osteoclast وعندي osteocyte. شوفوا هذين كلهم راح نحكيهن هسه ونعرف الفروقات مالتهم. أول شيء راح نحكي به هو الأوستيوجينيك أو الأوستيوبروجينيتر اللي هي بعدها ما متخصصة. العفو. الأوستيوجينيك سيل الأوريجين مالتها مهم نعرفه. الأوريجين مالتها هو من الأندفرنشيتد ميزنكايمال سيل من الباريسايت, اللي كانت مثل ما حكينا بالمحاضرات السابقة إنه الباريسايت هي تسوي لي فد إحاطة أو تحيط بالبلوت كابيلاريز. زين, السايت مالتها همينة مهم إنه هو بالإنر لير أوف ذا باريوستيوم أند إندوستيوم, هذا هم نحفظه. باللايت مايكروسكوب الشيء اللي لازم نعرفه إنه السيل تكون فلات والنيوكلياي فلات والسيتوبلازم بيل بيزوفيلك. زين, الإلكترون مايكروسكوب هنا الشيء المهم اللي لازم نعرفه انه هذه الاوستيوجينيك سيل بتنطيني الساين مال اماتشور سيل, يعني بيها فري رايبوسومز. اوكي, بعد شنو الفانكشن مال الاوستيوبروجينيتور سيل اللي انه هي لها قابليه للانقسام ولها قابليه انه يصير بيها ديفرنشيشن الى
خلايا متخصصة أكثر اللي هي الأوستيوبلاست. أوكي الأوستيوجينيك سيل ممكن يعني تتحول أو give rise إلى كوندروبلاست وين بالأريا اللي بيها poor vasculature يعني اللي blood supply مدى يجيها بصورة كافية. أوكي هسه نجي نحكي عن الأوستيوبلاست اللي هي البون فورمينج سيل الخلايا اللي تكون العظام. هذه الأوريجين مالتها قبل شوية قلنا هسه قلنا إنه هو يجي من الأوستيوجينيك أو أوستيوبروجينيتر سيل. إذن هذا عرفناه وحفظناه. السايت مباشرة أندر بريأوستيوم بينما الأوستيوجينيك قلنا بالإنر لير هنا لا مباشرة أندر بريأوستيوم in the form of continuous single layer. كذلك ممكن نلقيها أندر إندوستيوم. هذا مهم نركز عليه الأوريجين مال كل سيل والسايت مالتها. زين اللايت مايكروسكوب يقول لي هو أهم شيء أنا أعرفه إنه السيتوبلازم يكون داركلي بيزوفليك وعندي فد شيء إحنا يعني فد أبيرنس هو نيجاتيف جولجي إيمج. هذا الشيء لازم نعرفه. والأوستيوبلاست تكون ريتش إن ألكالين فوسفاتيز إنزيم. زين الفانكشن مال أوستيوبلاست من اسمها بون فورمينج سيل إذن هي تكون لي البونز تكون لي العظام. They secrete the organic part of the matrix. خلنا نرجع لكم الأورغانيك بارت اللي قلناه هو أول واحد بـ 35% نسبة مالته اللي يتكون من التايب 1 كولاجين فايبرز اللي هو غلايكوبروتين وغلايكوزامين وغلايكان. حلو؟ لأن هذه الفايب أوستيوبلاست تسوي لي سكريشن لهذا التايب الماتريكس. زين النيولي فورم ماتريكس الماتريكس الجديد راح نسميه أوستيويد. أوكي؟ زين they calcify the matrix راح يسوون calcification هذا الماتريكس عن طريق احنا مو قلنا بيها انزيم الكالين فوسفاتيز فعن طريق هذا الانزيم راح يسوي كالسيفيكيشن. شلون؟ لان هو يسوي ديبوزيشن او نقدر نقول بالعربي يراكم لي او يجمع لي الكالسيوم. فمن يجمع الكالسيوم راح يعطيني هذا المظهر الخارجي العظم. اوكي اللي هو نكون احنا بالعربي نقول عليه شلون يعني متكلس يعني بكالسيوم. زين when osteoblasts are surrounded by calcified matrix they change into شنو؟ into imprisoned cell نسميه الأوستيوسايت. حلو؟ لسه احنا بديناها بال بديناها بالأوستيوجينيك سيل وراها حكينا عن الأوستيو بلاست وراها قلنا وصلنا بالفانكشن مال أوستيو بلاست. أوكي؟ زين هسه نجي نحكي عن الاوستيوسايت. الاوستيوسايت هي الخلايا العظميه الناضجه. هسه الاوستيو اول شيء الاوستيوجينيك هي بعدها يعني بعدها ما متحول لفد سبيسيفيك تايب اوف بون سيل. الاوستيوبلاست هي الخلايا المكونه للعظم. الاوستيوسايت هي خلايا عظميه تكونت ونضجت. فالشيء المهم اللي نعرفه هنا هو السايت والاوريجين والفانكشن. كلش مهم ارجع واقول السايت والاوريجين والفانكشن. فعندي الاوريجين من الأوستيوبلاست مثل ما قلنا. السايت ممكن تكون present in small bony lacunae all over the bone. أوكي بعد شنو عندنا؟ عندنا under light microscope الشيء لازم أعرفه أنه هنا سيتوبلازم ركز على سيتوبلازم يكون lightly basophilic وبي alkaline phosphatase. أوكي بالإلكترون مايكروسكوب الأوستيوسايت حنشوفها من ضمن اللاكيوني وهذه البروسيسز أو الامتدادات مالتها راح تمدد لحد الكانالوكيولي. وطبعا السيتوبلازم برايبوسوم قليل رف اندوبلازميك ريتيكولوم قليل يعني أقل من الأوستيوبلاست. زين الفانكشن they are bone maintaining cell يعني هي خلايا عظمية ناضجة هي اللي تحافظ على شكل العظم وتركيبته. كذلك تسوي الأورغانيك بارت مال ماتريكس ونرجع الأورغانيك بارت حتى ما تنسوا اللي هو تايب 1 كولاجين اللي هو غلايكوبروتين وغلايكوزامين وغلايكان. حلو؟ زين وكذلك يسوي كالسيفيكيشن الماتريكس وكذلك healthy osteocyte هي كلش important على مود يسوي على مود الفيابلتي مال ماتريكس على مود الماتريكس يظل سليم وكل شي ما بي. اوكي؟ زين هسه وصلنا للأوستيوكلاست اللي هي فد خلايا تسوي destruction تحطم لي العظم.
bone destroying cells. The bone destroying cells here formed by fusion of the blood monocyte. إذن هذا مهم origin مالته. It's originated from fusion of a blood monocyte. وين موقعها؟ بالسيرفس مال بون، يم البون مرو، أوكي؟ ضمن كافيتي بالبون مرو نسميه إحنا الهوشيبس لافينة. أندر لايت مايكروسكوب هي تكون irregular وكبيرة وعندها brush border، أوكي؟ وطبعا هي multi nucleated بيها more than one nucleus. والسيتوبلازم هنا مهم يكون فومي أسيدوفيليك وليس بيزوفيليك. طبعا بالإلكترون ميكروسكوب الشيء المهم لازم تعرفوه إنه هو الأوستيوكلاس السيرفس مالته يكون رفلد يعني خشن، وكذلك بلايزوزومز ميتوكوندريا جولجي أباراتس على حسب. هسه الفانكشن مالتها شنو؟ الفانكشن مالتها من اسمها بون ديستروينج سيل، إذن هي تسبب لي تآكل العظام أو تحطيم العظام bone resorption. resorption of the bone occur in the two step. عندنا خطوتين حتى يصير عندي هذا resorption. أول شيء osteoclast بيها contain carbon anhydrase which induce the reaction H2O زائد CO2 ينطيني HCO3 plus H، فرح تحرر لي هذا ال H أوكي عن طريق الرفلد بوردر مالتها. زين وراها الاوستيوكلاست حتسوي سكريشن للايزوزوم بروتيوليتيك انزيم اللي هو الاوستيوليتيك انزيم. هذا الانزيم هو المسؤول عن التحطيم او الريزوربشن مال اورجانيك بارت اللي هو الجلايكوبروتين وجلايكوز امينوغليكان، فراح يدمر لي ويحطم لي العظم. وكذلك الوظيفه الاخرى اللي هو بون ريمودلينج ديورينج اوسيفيكيشن بروسيسز، يتخلص من العظم الغير مرغوب به حتى يكون لي نيو بون فورميشن. زين هسه كمان من السيلز اوف ذا بون هسه حنجي نحكي عن منو، نجي نحكي عن البون كفرينج. احنا مو قلنا اكو فشي يغطي العظم اللي هو البريوستيوم، فشنو هذا البريوستيوم؟ طبعا بريوستيوم واندوستيوم راح نجي ونعرف شنو ذولا. اول شيء البريوستيوم، البريوستيوم هي layer of connective tissue which cover the outer surface of the bone. اذا هي في الطبقه من نوع من انواع الانسجه الرابطه تغلف لي او تحيط بالسيرفس بالاوتر سيرفس اوف ذا بون بالسطح الخارجي للعظم. الستركتشر مالتها كونتين تو لاير، الاوتر فايبروس لاير والانر اوستيوجينيك لاير. فالاوتر فايبروس فورمد اوف لاير اوف دنس كولاجين فايبر، هذا الاوتر فايبروس يتكون من كولاجين فايبر تكون دنس ويتكون من بلود كابيلاري اوعية دموية من فايبروبلاست. أما الإنر فهذا سيلولار لير، إذن هو يتكون من خلايا من أوستيوجينيك سيل. This layer is very thick بحالة النمو and fracture as osteogenic cell multiply and differentiate into osteoblast. إذن هذا الأوتر فايبروس لير يتكون من كولاجين فايبر فايبروبلاست وبلود كابيلاري متفقين. الإنر هو بي سيلز بي أوستيوجينيك سيلز، فدي يقول لي هذه اللاير تكون كلش سميكة وشوكت بحالة النمو وبحالة إذا حدث كسر بالعظم. ليش؟ لأن هو الأوستيوجينيك سيل أصلاً يصير بيه ملتبليكيشن يتضاعف ويتحول إلى أوستيوبلاست على مود يعوض لي هذا النقص اللي صاير بالبون كومبوننت. الوظيفة إله، الوظيفة مال باري أوستيوم شنو؟ فهو يحمي العظم ويعطي يعني في مكان اتصال العضلات بالعظم، وينطي نيوتريشن يغذي العظم ويساعد على نمو العظم. اوكي بون جروث اند اوستيوجينيك جروث ديفرينشيت انتو اوستيوبلاست عم تتكون الماتريكس وراها تتحول للاوستيوسايت اوكي اللي هو اوبوزيشنال سيل سوري جروث اللي حكينا عليه قبل شوي. زين هذا البري اوستيوم. زين الاندوستيوم شنو؟ الاندوستيوم هو ديليكيت لير في الطبقه رقيقه من ال connective tissue that contains single layer of osteogenic cell. إذا شو نوع السيل الموجودة بالإندوستيوم؟ هذا مهم ولازم تعرفوه وتركزون عليه. نوع السيل الموجودة هي osteogenic cell، الوظيفة مالته يحافظ على العظم كذلك يساعد على نمو العظم عن طريق يعني ينطي في الدعم من الداخل. أوكي هذه وظيفة الإندوستيوم، نركز عليها ونحفظها، نحفظ structure مال باريوستيوم،
نحفظ الفانكشن ونفرق بينه وبين الاندوستيوم. زين هسه شلون نحضر preparation of bone section، مقطع عظمي شلون نحضره؟ خلينا نعرف hardness of the bone is the main problem in preparing bone section. يقول هذه صلابة العظم هي العائق الكبير أو المشكلة الكبيرة بعملية تحضير مقطع عظمي. ليش؟ لأنه هي يعني هذا الصلابة ما تخليني أقصها بسهولة، فراح أواجه صعوبة بقطع العظم. It makes it difficult to be cut. زين هذه الصلابة من جاية؟ مثل ما اتفقنا قبل شوية وحكينا، هي جايتني due to hardness. Sorry due to calcium content. إن هو بي كالسيوم، هذه الكالسيوم هي اللي تنطي هذه الصلابة. فأني لما أريد أقطع العظم لازم أسوي له فد عمليات بسيطة حتى أقدر إنه أسوي له section. أول عملية سميها decalcification method. أوكي. والمثل الثاني هي الجريندينج ميثود. فخلينا نعرف شنو هي الديكالسيفيكيشن ميثود وشنو هي الجريندينج ميثود. اوكي، اول شيء هي الديكالسيفيكيشن اللي هي الكالسيوم is removed by treating the bone with mineral acid as nitric acid 10%. يعني نجيب العظم ونضيف له mineral acid اللي هو nitric acid 10% على مود اتخلص من الكالسيوم. وراها العظم حيصير soft ناعم طري and section can be cut and stained، وأقدر أدرسه وأشوف خصائص هذا العظم. حلو، هاي أول شغلة. زين delicate bone section demonstrate the bone cell and soft tissue. عاد وراها راح أشوف خلايا العظم والأنسجة العظمية كذلك بصورة جدا واضحة. الطريقة الثانية حتى احصل على بون سكشن حلو نظيف وواضح وسهل تقطيعه انه هي نسميها جريندينج ميثود. جريندينج بالعربي يعني طحن. فشنو دي يقول هنا؟ اول شيء البون از ليفت تو دراي ان اير، نعوف العظم ينشف او يجف بالهواء. عاد وراها سمول بيسز اوف ذا بون ار كات باي سو. ورا ما خلينا هذا العظم بالاير وخليناه ينشف، نجي هسه نقطع العظم الى قطع صغيره عن طريق السو. سو يعني منشار. اوكي، وراها بون استند باي جرينتينج باي يوزينج باي كربوناندوم ويل. اوكي، عاد وراها احنا مو اول شيء عفنا برا صار بي دراينس بالاير، وراها ايش سوينا؟ وراها جبنا small pieces of the bone، قطعناها بالمنشار. وراها ايش سوينا؟ وراها جبنا هذا الويل وطحنا به العظم، فحصلنا على هذا الشكل المقطع العظمي الواضح اللي بيه soft tissue وبيه cells. اوكي زين، ورا دي يقول هنا انه الجراوند بون سكشن ار انستيند سكشن which only show the bone lamellae and like fine and canaliculi. هنا عكس القبل، هنا ما اقدر اشوف سيلز. من قبل قلنا نقدر نشوف سيلز ونقدر نشوف سوفت، شفنا هنا ماكو سيلز، هنا اشوف بس canaliculi ولك fine ولاملي. اوكي زين، هسه نجي نحكي عن الكلاسيفيكيشن اوف ذا بون. classification of the bone احنا عندنا طريقتين، يعني اما طريقه حسب التشريح حسب الاناتوميكال كلاسيفيكيشن، والطريقه الثانيه هي هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن على حسب الستراكشر مال هذا البون. فاول شيء هو الاناتوميكال كلاسيفيكيشن اللي هو انقسم الى لونج بون شورت بونز فلات بون ريجولار بون. والطريقه الثانيه هي الهيستولوجيكال اللي هو انقسم الى الكومباكت بون والى السبونجي بون. هاي انواع العظام. زين فهسه حنجي نعرف شنو هذه. اول شيء general composition of the compact bone، من شنو يتكون؟
أو شنو المكونات الأساسية للكومباكت بون؟ خلينا نجي نعرف ونفهمها. أوكي، اللي هو بالعربي نقدر نقول عليه العظم المدمج. الموقع مالته is form shaft of long bone، إذن هو يمثل الشافت أو نقدر نقول عليه body of the long bone. كذلك present covering plate over surface of the spongy bone، العظم الإسفنجي حول يحيط بالعظم الإسفنجي. زين، هو يتكون من periosteum، يتكون من external circumferential lamella، يتكون من هافيرسيان سيستم اللي هو الأوستيون، ويتكون من interstitial lamella، هاي كلها نحفظها يعني كتعداد، ويتكون من internal circumferential lamella، ويتكون من endosteum. حلو، هسه راح نجي نعرف شنو هذه. اول شيء البريوستيوم، احنا مثل ما عرفنا البريوستيوم هو يغطي الاوتر سيرفيس اوف ذا بون. زين، الاكسترنال سيركمفرنشال لاملي ذي ار فاوند، هذه جوا البريوستيوم موجوده، ذي ار فاوند اوف اوستيوسايت. اذا هذا مهم، انه الاكسترنال سيركمفرنشال لاملي يتكون من اوستيوسايت، اوستيوبلاست، اوستيوجينيك سيلز. الشيء صح هو اوستيوسايت. اوكي، زين، الهافيرسيان سيستم اللي هو الاوستيون، هذا شنو؟ they are، هذا مهم نحفظه. هي شنو؟ هو structural unit of the compact bone، اذا الوحده الاساسيه والبنائيه للكومباكت بون هو الاوستيون، هذا لازم نركز عليه. they are cylindrical structure، cylindrical يعني اسطوانيه. وش longitudinal arrange، تتكون او تترتب بطريقه طوليه، تمام، وبشكل موازي للمحور الطولي للعظم. هذا أول شيء لازم نعرفه. Each one is formed of central canal، إذا تتكون من قناة وسطية اللي هي الهافيرسيان كانال. هاي شنو بيها؟ بيها أوعية دموية اللي هي blood vessels، وبيها أعصاب نيرف موجودة بconnected tissue يكون loose. وبنفس الوقت هذه راح تحاط بشنو؟ تحاط بخمسين إلى عشرين cells أو osteocyte and bony lamella. تمام، هاي هذا الستركتشر لازم نحفظه من طلاب، من هسه قلت لكم جدا مهم هذا السيستم الاوستيون. زين، الكومباكت بون هاز ترانسفيرس اور اوبليك كانال ذات كونكت ذا هافيرسيان كانالز توجذر اند وذ بيريوستيوم اور بون مارو كافيتي، هذه نسميها فوكمان كانالز. اذا هذه مهمه، الهم لازم نعرفها. شنو هي الفوكمان كانالز؟ هي عباره عن قنوات تكون يا اما مرتبة بطريقة عرضية أو مائلة، تربط هذه الهافيرسيان كانال ويا بعضها، أو تربطها ويا البريوستيوم أو ويا بون مارو كافيتي على حسب. زين، الانترستيشيال لاملي، الانترستيشيال لاملي هي consist of irregularly arranged bone lamella. البون لاملي والأوستيوسايت تكون irregular هنا، وهذه نشوفها بين الهافيرسيان سيستم اللي حكيناه قبل شوية وقلنا عليه مهم. زين، الانترنال سيركمفرنشال لاملة هاي شنو؟ هذه بون لاملة تكون بارالل للانر سيركمفرنشال اوف ذا بون. اوكي، طبعا هذه تحيط بالوعاء مال نخاع العظم او بالكافيتي اوف ذا بون مارو. الاندوستيوم هذه تحيط او تسوي لايننج للبون مارو كافيتي. اوكي، عندنا فد شيء نسميه fibers of sharpie اللي هي perforating fibers of sharpie. شنو هذه؟ هذه collagen fibers تكون calcified. منين تجيني؟ تجيني arise from tendon، من الأربطة، من ligaments at the site of the muscle attachment، بمواقع اتصال العضلات. they perforate the periosteum، راح يثقبون البريوستيوم بزاوية محددة to be attached to the external circumferential lamella. ليش تثقب البريوستيوم بزاوية محددة؟ حتى توصل المن، توصل الاكسترنال circumferential lamella، تمام، وراها حتى تصير على امتداد ويا الكولاجين فايبرز of the matrix. اوكي، they fix the tendon into the bone، هذه تربط التندون بمن تربطه؟ تربطه بالعظم. حلو، لهنا أنا كملنا الكومباكت بون. أتمنى تكونون فهمتوا المحاضرة مال هذا اليوم. لهنا احنا نكتفي.
حتى تقدرون تقرون المادة وتكون سهلة وبسيطة عليكم. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أنا حاضرة، وبالتوفيق لكم جميعا.